نصف واحد نقول هذا مجتهد اجتهد فلان، ما نقول هذا مستنبط مثلا أو استنبط، لأنه أكو ترادف بين الكلمتين يفيدان معنى واحد. فكلمة الاجتهاد، كلمة الاجتهاد اللي تستعمل للتعبير عن عملية الاستنباط، هذه الكلمة كان لها أكثر من معنى، يعني كان هذه الكلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخ الحضارة. مرور كلمة الاجتهاد في مصطلحات عديدة أدى إلى حصول حالة اضطراب وحالة عدم وضوح وحالة غموض، حالة إرباك في فهم هذه المسألة. ولذلك حصلت إجابة غير الإجابة التي قلناها على ذلك السؤال، يعني في سؤالنا هل تجوز عملية الاستنباط، أو في معرفتنا لموقف الشريعة من عملية الاستنباط، هذا الموقف الذي قلنا فيه أن الإجابة عليه بشكل بديهي إجابة واضحة، وهي أن عملية الاستنباط وعملية الاجتهاد عملية جائزة، بل هي عملية ضرورية نتيجة الاضطراب الذي حصل بشأن كلمة الاجتهاد، ولمرور هذه الكلمة بمعاني متعددة وبمصطلحات متعددة، ونتيجة التشويش وحالة الإبهام في فهم هذه الكلمة، أدى كل ذلك إلى أن يجيب البعض على السؤال المتقدم بالنفي، فقالوا لا يجوز الاجتهاد في الشريعة ويحرم الاستنباط، والاجتهاد مخالف لمذهب أهل البيت. هؤلاء الذين أجابوا على هذا السؤال كما قلنا بالنفي وقالوا يحرم الاجتهاد والاجتهاد مخالف لمذهب أهل البيت، هم طائفة من علمائنا اللي يصطلع عليهم بالإخباريون. لابد أنتم سامعين الإخباريين، الحركة الإخبارية حركة فكرية نشأت ووجدت في داخل نطاق الفكر الإمامي في الواقع، وإنما يصطلح على أصحاب هذا الاتجاه بالإخباريين أو يصطلح عليهم بالمحدثين، لأن هؤلاء رفضوا دور العقل في كل الميادين، ودعوا هؤلاء المحدثين إلى الاقتصار على الأخبار والاقتصار على الأحاديث، وقاوموا العقل مقاومة عنيفة ورفضوا العقل، وقالوا أن الأخبار هي الأساس والأحاديث هي الأساس، وتقبلوا ما ورد من أخبار وأحاديث من دون أن تكون هنالك، من دون أن يكون هنالك رد لهذه الأخبار ولهذه الأحاديث كما هو مشهور عنهم. ولذلك اعتمدوا اعتمادا كليا على كل ما جاء في الكتب الأربعة، في كتب الحديث المعروفة عند مدرسة أهل البيت، وهي الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه. فإذا دعوة هؤلاء الأعلام إلى الاقتصار على البيان الشرعي والاقتصار على الأخبار والاقتصار على الأحاديث ورفض دور العقل في كل الميادين أدى ذلك إلى أن يصطلح على هؤلاء ويسمى هؤلاء بالإخباريين والمحدثين. الحركة هذه في الواقع ظهرت وولدت في القرن، في بداية القرن الحادي عشر الهجري، في بداية القرن الحادي عشر الهجري ظهرت هذه الحركة، ومؤسس هذه الحركة وأول الداعين إلى هذه الحركة هو المرجع محمد أمين الاسترابادي. هذا المرجع محمد أمين الاسترابادي كان يسكن في فترة من الفترات في المدينة المنورة، وألف آنذاك في هذه الفترة كتاب اسم هذا الكتاب الفوائد المدنية. كتاب الفوائد المدنية المرجع محمد أمين الاسترابادي رحمة الله عليه، هذا الكتاب هو اللي وضع الأساس ووضع الأرضية لهذا الاتجاه، الاتجاه اللي يرفض الاجتهاد واللي يحرم الاجتهاد واللي يرى أن الاجتهاد يمثل خروج على مذهب أهل البيت ويمثل انحراف عن مدرسة أهل البيت. وهذا الرجل أيضا كان من المعروف بذكاء الشديد ومقدرته الفكرية الكبيرة، فناقش العلماء الأصوليين وناقش الأصول مناقشات واسعة،
وركز في هذا الكتاب على مسألة أساسية. الشيخ الاسترابادي المحدث الاسترابادي رضوان الله عليه مؤلف كتاب الفوائد المدنية اللي يرد بي على علم الأصول واللي يؤكد بي على حرمة الاجتهاد، وهذا المرزة المؤسس للاتجاه الأخباري أكد في كتابه على مسألة أساسية. هذه المسألة قال فيها أن العلوم البشرية قسمين، قسم من العلوم البشرية يعتمد على الحس، يستمد قضاياه أساسا من الحس، وقسم من العلوم البشرية ما يستمد قضاياه من الحس، ما يرتكز البحث فيه على الحس، ما يقوم البحث فيه على الحس. يعني ما يمكن إثبات نتائج وقضايا ذلك القسم على أساس الدليل الحسي. العلوم البشرية قسمين، قسم يمكن إثبات نتائجها وقضاياها على أساس الدليل الحسي، وقسم ما يمكن إثبات نتائجها وقضاياها على أساس الدليل الحسي. ويقول أن الذي يمكن إثبات نتائجه بالدليل الحسي من القسم الأول اللي يمكن إثبات نتائجه وإثبات قضاياه من خلال الدليل الحسي هو الرياضيات، لأن الرياضيات أساسياتها وبداياتها وخيوطها الأولية مستمدة من الحس، مستمدة من الحس. أما القسم الآخر وهو الذي لا يمكن أن يبرهن على قضاياه من خلال الحس ولا يمكن أن يثبت نتائجه بالدليل الحسي، ذلك القسم يمثل البحوث المتعلقة بالأشياء الميتافيزيقية، الأشياء التي تدرس قضايا غير محسوسة من قبيل المسائل المتعلقة بخلود الروح مثلا، من قبيل المسائل المتعلقة بحدوث العالم، من قبيل المسائل المتعلقة بدراسات ما هو متعلق في عالم الغيب. القضايا اللي تعتمد على الدليل الحسي مثل الرياضيات، هذه قضايا يمكن أن يثق بها الإنسان، وقضايا تفيد القطع لأنها تعتمد على الحس. والقضايا التي لا تفيد، لا يمكن أن تعتمد على الدليل الحسي، كالقضايا المتعلقة بالميتافيزيقيا أو المتعلقة بوراء الطبيعة، فمثل تلك القضايا لا يمكن أن يعتمد على الدليل العقلي في النتائج اللي يمكن أن نصل إليها في هذه القضايا. لذلك هنا لا مجال للعقل في مثل هذه القضايا، لا مجال للعقل، وإنما لا بد من الاعتماد في مثل هذه القضايا على الأخبار، ولا بد من الاعتماد في مثل هذه القضايا على الأحاديث. ولذلك البعض يرى أن تقسيم المحدث الاسترابادي رضوان الله عليه للقضايا، القضايا الفكرية، تقسيم للعلوم البشرية على هذا الأساس، يرى أن هذا التقسيم متأثر بالنزعة الحسية والنزعة التجريبية اللي ظهرت في أوروبا. تصريح الصدر رحمة الله عليه يقول بشكل صريح: يمكننا أن نعتبر الحركة الإخبارية في الفكر العلمي الإسلامي أحد المسارب التي تسرب منها الاتجاه الحسي إلى تراثنا الفكري. ويقول أن هنالك تزامن بين ولادة الحركة الإخبارية وبين ظهور التيار الحسي في أوروبا في الفلسفة الأوروبية. أبرز الفلاسفة الأوروبيين مثل جون لوك ودافيد هيوم وفرانسيس بيكون، أصحاب المذهب الحسي اللي ظهروا في أوروبا، كانوا قريبين من الناحية الزمنية في حياتهم إلى الفترة اللي عاشوا بيها، اللي ظهرت بيها الحركة الإخبارية. فإذا تقسيم المحدث الإخباري رحمة الله عليه للعلوم البشرية والمعارف الإنسانية على هذا الأساس، تقسيمه على أساس أنه الأشياء